السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الاستدامة أو الجرين بيلدينج، وهنتكلم على البيم وإزاي نستخدمه ونوظفه في تحقيق نتائج حلوة في موضوع السستينابيلتي أو المباني الصديقة للبيئة أو الجرين بيلدينج. هنعرف الفروق بينهم دلوقتي إن شاء الله. تمام. طيب، بداية أنا اسمي عمر سليم، مؤسس بيم أرابيا، وهي مركز معتمد في الاتحاد الأوروبي وصدر منها 34 عدد بالعربي، وصدر منها عدد بالانجليزي والفرنساوي والاسباني. وهمنا ان احنا نوضح فكر البيم ونوضح ايه ازاي نستفاد منه وازاي نحقق منه اقصى استفادة ممكنة. طيب، هو في كل مجال من المجالات بيبقى ليه استخدامات وفوائد كتيرة جدا، بس النهاردة هنركز على موضوع السستينابيلتي. السستينابيلتي او الاستدامة، يعني ايه استدامة؟ يعني ان انا ابني مباني تكون صديقة للبيئة، وفي نفس الوقت ما استهلكش موارد اكتر من اللازم، لان الموارد الزيادة عن اللازم دي ده حق الجيل اللي جاي مش حقنا احنا. تمام. يعني انا دلوقتي مثلا المفروض المبنى ده هيتكلف 100 خشبة مثلا، تمام، او 100 طن حديد مثلا، او اي حاجة. يعني الموارد ديت لو انا استهلكت الضعف، فالضعف ده مش من حقي، ده من حق الاجيال اللي قادمة. هتيجي مش هتلاقي موارد، مش هتلاقي تبني وهتدعي علينا. فاحنا عايزين نبني مباني تكون التصميم بتاعها كويس، ما يحتاجش لتكييفات كتيرة جدا، محتاج يعني يكون جودة الهواء اللي جوه كويسة جدا، ما يكونش بتستهلك طاقة كتير. بالعكس، لو هي زيرو انرجي تبقى ممتازة، يعني هي بتولي الطاقة على قد ما هي محتاجة. في مثلا ألواح شمسية، في طاقة رياح، في المهم ان هي ما بتحتاجش طاقه من بره، معتمده على نفسها، ده تبقى كويسه جدا. ده اللي احنا بنتكلم فيه. ده احنا بنتكلم على ان احنا نبني مباني الناس تبقى مستمتعه بيها، ما تكونش مكلفه، ما تكونش الاستخدام بتاعها مكلف، وفي نفس الوقت واحنا بنبني ما نستهلكش موارد كتيره، والبيم مش عارف في الحاجات دي كلها. تمام. طيب، يبقى هي الاستدامه ان انا بحقق اللي انا محتاجه دلوقتي، اللي الجيل اللي محتاجه دلوقتي، ببني له نفس المباني. مش هقول له لا، بدل ما انت عايز تبني مثلا في بيت 100 متر، لا كفايه عليك 50، لا خد حاجتك بس ما تستهلكش موارد زياده. وبنبدا نستخدم بعض السوفت وير زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، بحيث ان احنا نتاكد ان المباني دي هتبقى مرحلة المستخدم. مش بعد ما ابني المبنى اكتشف ان هو مش مريح، وان انا لو كنت مثلا عملت حاجه معينه كان الناس اللي هتبقى موجوده مرتاحه اكتر، او لو انا مثلا غيرت الزاويه بتاعته ده كان هيخلي استهلاك الطاقه اقل ويخلي الاعتماد على طاقه الشمس اكتر. فمش بعد ما ابني المبنى اكتشف الموضوع دوت، لا، ده في بعض الادوات وممكن تتعمل مانوال بس تاخد منه وقت كتير جدا. وتخيل مثلا ان انت عندك مبنى معين فعايز تعمل اختبار كتير عليه، فهتاخد وقت كتير جدا لو عملتها مانوال او عملتها باساليب قديمة قبل اسلوب البيم. وهنعرف الفرق بين الاساليب القديمة والبيم بعد شوية. طيب، يبقى احنا اهم حاجات احنا بنلعب عليها الانرجي، ان احنا نوفر الطاقة، واكتر الطاقة المستهلكة في المباني بتبقى التكييف. دي هي بتستهلك في العادي في حدود 60%، سواء هيتنج او كولينج، سواء مثلا في المناطق الحارة بنضطر ان احنا نكيفها، فبنضطر ندخل لها نسقع الهواء نعمله كولينج. في البلاد الساقعة بنقدر نعملها هيتنج، ده بيساعد في 60%. وبعد كده عندنا اللايتنج، الإضاءة، عندنا الأجهزة اللي موجودة بتستهلك. طيب، بالنسبة للووتر، إحنا عايزين نقلل المية، مش بنقول لكم ما تستحموش، ما حدش ياخدها حجة ويقول لك أنا مش هستحمى عشان إحنا بنحب نعمل سستينابيلتي وكده، لا، استحمى واشرب مية واشرب شاي واشرب قهوة. مش بنقول لك اتحرم من الحاجة، لا، فكر ان انا احرمك من حاجه واقول لك بدل ما بتشرب كوبايتين شاي اشرب كوبايه، وبدل ما بتحط معلقتين سكر حط معلقه، والكلام ده مش تبعنا. لا، هي الفكره كلها ان في اجهزه معينه بنجيبها بتخليك تستحمى وتخليك تغسل ايديك وتخليك كل حاجه، بس بطريقه ما تسيبش ميه كتير. طيب، والماتيريال بنحاول نشوف اكتر ماتيريال ممكن نستخدمها وتكون مناسبه للمبنى، ما نكونش مثلا بتخلي المبنى محتاج اجهزه تكييف عاليه، محتاج كذا، فبنبدا نقارن بين الماتيريال. تمام. افضل انت مثلا استخدمت نوع ازاز، ونوع الازاز دوت بيخلي درجه الحراره عاليه جدا،
طب في انواع ازاز بتدخل الشمس، الضوء بتاع الشمس، بس ما بتدخلش الحراره بتاعتها. فانت تبدا تقارن بين البدائل بحيث توصل لافضل بديل، بحيث ان اللي يقعد في المبنى يدعي لك ما يدعيش عليك. الواحد ساعات بيدخل بعض المباني بيدعي على اللي صمم المبنى، يعني بيدعي له ان ربنا يهديه يعني ويتحسن. فاحنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نقلل استهلاك الطاقه، نختار افضل تصميم موجود، نقلل استهلاك الميه. تمام، يعني مثلا على سبيل المثال القعده بتاعت الحمام وكده، عزكم الله، في مثلا زرارين، زرار مثلا بينزل ميه قليله لو انت محتاج ميه قليله، وفي زرار تاني بينزل ميه كتير لو انت محتاج ميه كتير. في مثلا الدش اللي انت بتاخد دوت، بدل ما هو بينزل ميه كتير لا بينزل رذاذ، بحيث ان انت تستحمى وتبقى مبسوط في الاستحمام، وفي نفس الوقت تقريبا ربع الميه اللي بتستوي في الطريقه العاديه. تمام، فده حاجات مهمه جدا، ان انا مش هحرمك من حاجه. طيب ليه موضوع الاستدامه ده اصبح مهم جدا؟ لان احنا فوجئنا واللي بيعملوا الاحصائيات ان المباني بتستهلك 40% من الطاقه، وفي المدن الكبيره بتستهلك 70%. احنا كنا فاكرين ان المباني بتستهلك 10% و90% للمصانع، واكتشفنا لا، ده المباني هي اللي بتستهلك اكتر. وقطاع الانشاءات، قطاع المباني بيستهلك 53% من العناصر الاوليه من الاخشاب والحديد وهكذا. فلقينا لا، ده في مشكله تاثيره كبير جدا. في 13 مليون طن من الماتيريال بيبقى هادر او هلك، ودينا هناك وما استهلكناهوش، في هدر كبير جدا. 21% من الهدر موجود مثلا ده في بريطانيا اللي هي متقدمه جدا في صناعه البناء، فما بالك في البلاد بتاعتنا. طيب المباني الخضراء ايه هي؟ مش مباني لونها اخضر، لا، ده هي مباني بتبقى صديقه للبيئه، بتبقى معدل استهلاك الطاقة قليل، بيكون التصميم بتاعها كويس، ما بتعملش أضرار للبيئة، بيكون مثلا فيها خضرة على السطح بتاعها مثلا، بحيث مش مقصود بيها اللون الأخضر قد ما مقصود بيها إن الشمس لما بتسقط على سقف أسمنت بتعلي درجة الحرارة بتاعة المدينة، فهي بتقلل الموضوع دوت. طيب الحاجة بقى المهمة جدا لازم نخلي بالنا منها، وده هيدخلنا لبعد اخر من ابعاد البيت، الا هو الفساد المنشأ. ان انا في الديزاين التكلفه بتاعتها بتبقى 3% ديزاين، في الكونستراكشن والبنى و 17%، الاوبريشن التشغيل بيت التكلفه. تمام، لان الديزاين ممكن مثلا تقعد شهر شهرين سنه، الانشاء ممكن يقعد مثلا سنتين، الاوبريشن ممكن في العادي 25 سنه للمبنى. فعندك مينتيننس، في عندك ريبير، في عندك ريبليسمنت، دي تقريبا هتلاقي في حدود 80% من التكلفة. تمام، فلو انا صممت صح، السستينابيلتي صح، والديزاين صح، بدل ما المبنى هيقف على المالك مثلا في الفترة دي التشغيل والحاجات دي، بدل ما هيقف عليه مثلا ب 100 مليون، لا ممكن يقف عليه على 20 مليون مثلا. فالتوفير ده بسبب ان انا فكرت صح وصممت صح. تمام، طيب البيم اللون المفضل عنده الاخضر، لان هو بيعمل مباني صديقه للبيئه، وبيبدا يعمل لك كذا اناليسيز ويقول لك افضل تصميم انهي واحد فيهم بشكل كويس جدا. طيب ليه احنا بنحب نستخدم البيم؟ مش لان هو موضه ولا حاجه، لان اغلب المشاكل بتيجي ان المالك ما بيبقاش فاهم التصميم اللي انت عامله، فبيقول لك اه انا موافق على الحاجات دي، اه حلوه حلوه حلوه. لما بيجي ينزل المبنى بعد ما اتبنى بقى ويجي يستلمه، يقول لك لا انا عندي تعديلات، انا مش عاجبني الشكل دوت، مش هو ده اللي في دماغي، لا لا انا مستحيل اعيش في المبنى دوت. فمحتاج ان هو يشوف الحاجات دي. فاللي يشوف الحاجات دي بنستخدم تقنيه البيم مع حاجه اسمها اوجمانتد رياليتي او فيرتشوال رياليتي، بنلبسه نظاره بيحس ان هو جوه المبنى، فبيقول لك ان هو موافق. تمام، البيم بيخلينا نقلل استهلاك المواد، بالذات موضوع ان احنا تقطيع الحاجات في المصنع وتروح للموقع تشتغل على طول، انما لما كان بيتقطع بالكاد كان فعلا بالكاد لما نلاقي حاجه مظبوطه اغلب الحاجات بتبقى بايظه. فاحنا لقينا مشاكل كتيره جدا في صناعه الكاد خلتنا نتجه للبيم، ولما اتجهنا ليه لقيناه مفيد جدا في موضوع السستينابيلتي. ليه؟ لان انا ممكن بكل بساطه احط المبنى بالشكل دوت واقول له اعمل لي اناليسيز للموضوع وشوف لي التكلفه هتبقى قد ايه للطاقه في خلال السنه. فيقول لي والله كده ده انت تكلف حاجه قليله. طب لو انا خليت المبنى طويل، طب لو انا قسمته لمبنيين، طب لو انا قسمته 3 مباني،
طب لو وديته زاوية 15 تقدر تعمل تجارب لا حصر لها وتشوف النتائج وتقارن بينها وتختار اللي انت عايزه. بل اصبح دلوقتي ان انا ممكن ادي للكمبيوتر اقول له ايه المبنى اهو، عايزك تعمل لي 100 تصميم وتقارن بينهم وتختار الافضل، فده بيوفر وقت كتير جدا معانا. ان انا بس ايه بدي له تصميم اولي وبعد كده اقول له ايه طب العب لي في البرامتر بتاع الارتفاعات، طب العب لي في البرامتر كذا، اديله كذا برامتر هو يعدل فيهم، يعني مره مثلا يخليه 5 ادوار، مره يخليه 6 ادوار، مره يخلي الدور 3 متر، مره يخليه 4 متر، ويبدا يقارن ويقول لي افضل تصميم اللي يبقى صديق للبيئه ويكون مريح للانسان، ويعني بيخلي اللي يقعد فيه كده يدعي ليك. طيب في حاجة ناس كتيرة بتتكلم فيها، موضوع الريتنج سيستم. موضوع الريتنج سيستم يعني ايه؟ يعني في أنظمة بتبدأ تقول إن المبنى ده يعني سستينابيلتي بنسبة كذا، تمام؟ إن هو مثلا 100%، محقق 100%، محقق 50%، 10%. في بعض الناس اللي مهتمة بالموضوع دوت لما يجي يحجز فندق لازم يدخل ويتأكد إن المبنى دوت واخد شهادة ليد مثلا بلاتينيوم او جولدن او كده. ده مثلا اشهر نظام، ده النظام الامريكي اللي هو نظام الليد ليدرشيب ان انرجي ديزاين. طيب الليد عبارة عن ايه؟ عبارة ان هو عنده بعض النقط بيبدأ يديك مثلا 20 نقطة مثلا على اختيار المكان، 18 نقطة على اختيار المكان، هيديك مثلا 8 نقط على الوتر، هيديك مثلا 8 نقط على الانرجي، الماتيريال اللي حققتها هيديك بعض النقط، لو ما حققتهاش قوي هيديك نقط قليله شويه، تمام؟ في بعض الحاجات عوامل بيبدا يديك عليها نقط، لما تحقق النقط ديت يبدا يجمعهم، ومثلا من 100 مثلا 80 هتبقى انت مثلا في البلاتينيوم وهكذا، تمام؟ وطبعا في انظمه تانية هنبدا نشوفهم مع بعض بعد كده. هو بقى بيبدا يشوف بعض الحاجات في عايزين نحقق افضل استفاده ممكنه. فبنلاقي فاحنا عندنا بعض البرامج اللي احنا بنستخدمها وبعض التكنولوجيا الموجوده، وبنبدا ندخل بعض المعلومات زي نوع التكييف الموجود، نوع الارضيه، نوع الحوائط، وبيطلع لنا بقى حاجات كتيره جدا زي الكربون، الاتباك، السولار اناليسيز، الشيدنج ديزاين، تمام؟ يعني ممكن تعمل المبنى بس هتركب على كل شباك مثلا شادو معين بحيث ان هو يدخل ضوء وما يدخلش الشمس، وتعمل اناليسز للموضوع تشوف افضل ارتفاع او افضل تصميم ممكن، تمام؟ فاحنا بندخل بعض المعلومات على البرنامج، ندخل مثلا بروجكت اورينتيشن المكان بتاعه. طبعا مكان المبنى بيفرق كتير جدا، لو انا مش عارف المكان فين صعب ان انا اصمم. لو المبنى مثلا موجود في القاهرة غير لما يكون موجود في الدوحة، غير لما يكون موجود في دولة أوروبية، غير لأن المناخ مختلف، اتجاه الشمس مختلف، كل حاجة لازم أكون عندي المعلومات كلها أبدأ أصمم بيها، وببدأ أحط الشغل بتاعي في الملف بتاعي في البيم، بصدره لحاجة اسمها جي بي اكس ام ال، جرين بيلدينج اكسترنال مارك اب لانجوج. ده بتدخل عليه برنامج من برامج التصميم، ويبدأ بقى هو بقى يجيب لي داي لايت ريزولت، يبدأ يجيب لي 3 دي سستينابيلتي ديزاين، الماتيريال وهكذا. ده ملف جي بي اكس ام ال اللي بيبقى فيه كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها في المشروع. الملف ده بيصدر تلقائي، يعني طول ما انت شغال على اي برنامج زي الريفت، زي الاركيكات، زي تكلا، تقدر تصدر ملف جي بي اكس ام ال تديه لاي برنامج من برامج التصميم، يبدا يجيب لك النتيجه بتاعه التصميم بتاعتك، تمام؟ ده على سبيل المثال. هوت بنبدا نشوف سيموليشن للطاقه، السيموليشن للشمس تبقى ايه، الاماكن اللي فيها شمس كتيره وشمس مش واضحه، ده مثلا على مستوى منطقه كبيره، مثلا ممكن تختار مكان معين تكون عندك مثلا الخريطه بتاعت الوادي الجديد مثلا، تبدا تشوف افضل مكان تقدر تصمم فيه. فاحنا الفكره كلها ان انت بتبدا تشوف المعلومات اللي انت محتاجها اللي تقدر تديها للبرنامج عشان يديك المعلومه اللي انت عايزها. فاحنا بنستخدم البيم والاستدامه طول مراحل المشروع. افضل حاجه لاستخدام الاستدامه ديت او ان انت تعمل تصميم كويس اثناء مرحله التصميم. في مرحله الكونستراكشن بتبقى خلاص النقط جت، لما تيجي تبدا تغير وكده تبقى مكلفه. بس هو الفكر المفروض بيبدا يستمر معاك من اول يوم لحد اخر يوم، كل همك ان انت تعمل مبنى موفر للطاقه،
موفر للمية وموفر للاستهلاك وهكذا. أهم حاجة إن إحنا نكون متعاونين مع بعض، يعني الراجل بتاع الاستدامة ده مش هيجي في آخر مرحلة، هيجي في أول يوم يقول إيه اللي أنا عايزه، والراجل بتاع الفاسيلتي مانجمنت اللي هو شغل المبنى يجي برضه من أول يوم، ما يستناش لحد ما المشروع يخلص ويجي يقول لا أنا عندي متطلبات. الفاسيلتي مانجمنت موجود معايا من أول يوم. في نظام في الإدارة كده اسمه أي بي دي اللي هو انتجريتد بروجكت ديليفري، إن إحنا كلنا شغالين من أول يوم مع بعض، ومفيش حاجة اسمها دي مسؤولية واحد لوحده، كلنا مسؤولين عن أي قرار بيتاخد، لأن القرار بيتاخد بالإجماع. طيب هنا مثلا بنبدأ نقول إن إحنا عايزين ملف نبعته لبرامج التحليل وكده، فبندخل الستراكشر والشباك والالكتريكال والبايبنج، ونشوف الكليشات اللي بينهم، ونبدأ نعمل انرجي اناليسيس، ونبدأ نشوف لو في أي حاجة عايز تعديل نبدأ نعدلها. وبعد كده من برامج البيم نبدأ نطلع كل المشاكل او كل لو افضل تصميم ممكن. انا عايز اودي الشغل ما فيهوش اي مشاكل خالص، يكون خالي من الكلاشات، يكون خالي من الفورد كلاش، يكون واخد افضل تصميم ممكن، ومتاخد فيه الماتيريال المظبوطه اللي هتبقى كويسه للمبنى. التصميم الماسنج برضو مهم قوي، ان احنا نصمم الشكل بتاع المبنى، بنعمل ليه اناليسيس في برامج كتيره جدا زي برنامج الفازاري والايكوتكت والديزاين بيلدر، وهنبدأ نتعرف عليهم كل برنامج بالتفصيل، لأن إحنا عايزين نعمل حاجة تكون تاخد الليد بسهولة. على فكرة الليد بالنسبة لي يعني مش هو ده الأساس، الأساس إن أنا بعمل حاجة كويسة جدا، بس هو زي تقول معيار بيقول لك إن أنت مش صح ولا غلط، إن أنت عامل الحاجات مظبوطة ولا لأ، إن في عندك غلطات ولا لأ. انما انت ممكن تعمل مبنى ممتاز جدا ومن غير ما تلجأ للليد او تدفع فلوس الليد او تاخد شهاده من الليد وهكذا. احنا عندنا انظمه كتيره جدا، عندنا نظام ايجيبشن جرين بيلدينج اللي هو دوت اللي هو الهرم الاخضر، وده فيه ميزه مش موجوده في بقيه الاكواد، ان هو بيدي درجات على البيم. يعني لو انت شغال بيم بيديك درجتين، لو انت استخدمت البيم في الاستدامه بيديك 3 درجات، لو استخدمته في الفاسيلتي مانجمنت والاستدامه بيديك 4 درجات. عندنا نظام الليد ده نظام الامريكي، في نظام قبليه اسمه البريم ده بريطاني، في نظام الدي جي ان بي ده الالماني، نظام الاستدامه ده موجود في ابو ظبي، في نظام الجي ساس اللي موجود في قطر، وفي انظمه تانية في نظام الارز في لبنان. يمكن الايجيبشن جرين بيلدينج والارز لسه مش معتمدين من الدوله بشكل كافي، انما مثلا الاستدامه والجي ساس معتمدين من الدوله، بحيث ان هو يقول لك المشروع ده مش هينفذ او مش هياخد التصريح غير لما يكون محقق درجه معينه من النجوم، يقول لك مثلا 3 نجوم او 3 لالئ وهكذا، الاستدامه باللالئ. طبعا الناس كلها تستفاد من النظام دوت. طبعا اكتر حد بيستفاد منه المالك، لان هو هيوفر له كتير قوي لو انا عملت نظام مريح وما فيهوش استهلاك للطاقه، هيوفر فواتير الكهرباء بالنسبه لي. تمام، هو الفكره كلها ان انت تبقى فاهم. يعني انا هقول لكم على قصتين، خالفنا التصميم او خالفنا الحاجه اللي هتاخد عليها درجات، تمام، لان احنا فاهمين احنا بنعمل ايه، مش بنجري ورا الناس نحقق نقط. تمام، طيب مره كان في تصميم في دوله من دول الخليج، وقالوا لنا هتاخدوا درجتين او 3 درجات لو انت صممت لي اماكن للعجل. طب ما هو المنطقه حر جدا ومفيش حد هيجي بعجل، يعني انت هتصمم حاجه تاخد عليها درجات بس مش هتبقى مفيده نهائي، فشلناها من التصميم بتاعنا، لان احنا عارفين ان ده مقرر شغل ومفيش حاجه قد هيجي بالعجل وفي عز الحر دوت، يعني شبه مستحيله. تمام، انا عندي في البيت جيت اركب الواح شمسيه، فحسبت التكلفه بتاعه الالواح وتنظيفها، ودخلنا في حاجات تكنيكال شويه، ان انت محتاج مثلا مواتير معينه عشان التكييف يشتغل، او اجهزه تانية على اساس ان انت تخزن الطاقه دي الصبح، الشمس بتطلع الصبح ما بتطلعش بالليل، دي معلومه مفيده يعني. فبالليل هتلاقي ان التكييف مش شغال او النور ما بينورش، بتنور الصبح بس، محتاج حاجه تخزن. فلقينا التكلفه بتاعتها ارخص من اغلى من التكلفه بتاعت الكهرباء، لان انا موجود في ساكن في القاهره، فتكلفتها غاليه. انما لو انا في الصحراء واضطر ان انا اكلف حاجات عشان اوصل الكهرباء وكده، لا هتبقى طاقه شمسيه ارخص بالنسبه لي. ف
فالفكرة كلها ان انت بتبدأ تقارن بين العوامل كلها بحيث توصل لافضل قرار، بحيث ان انت تعمل حاجة كويسة. مش معنى ان انت اتعلمت برامج بيم وانت مش دارس استدامة او مش دارس sustainability او مش دارس ازاي تعمل تصميم كويس، تمام، مش هتستفيد منها خالص. هيطلع لك ارقام مش فاهمها وهتبعتها، وممكن تكون بعت ان درجة الحرارة هتبقى 70، وطبعا ما هو ارقام وخلاص. لا، لازم تكون دارس الافكار، والبيم ده ادوات بتساعدك في تحقيق الارقام دي والتاكد منها وهكذا. طيب، من ضمن الحاجات البيلدنج لوكيشن، البيلدنج اورينتيشن، المكان والاتجاه بتاعه، ان انا اقلل استهلاك الميه، الهواء، الصوت برضو بنعمل عليه دراسات، الصن والشادو، الرياح، السولار لود، الهيتنج اند كولينج، الدي لايت، الكربون. الكربون ده في كتب كتيره جدا في بريطانيا ازاي نقلل الكربون في الشغل بتاعنا. اللايت اناليسيس، السي اف دي اللي هي سيوله او المسارات بتاعت الهواء تبقى عامله ازاي، دي بنعملها ضروري لو احنا داخلين مثلا ناخد تصريح لمبنى، فبيقول لي طب الجراج ده لو حصل حريقه الرياح تبقى عامله ازاي وتاخد انهي وقت وحاجات زي كده. فكان ليا صديق بيعمل الموضوع سي في دي دوت ببرنامج اناسيز، وبياخد منه وقت كتير جدا عشان يصمم المبنى. يعني كان بيقعد يصمم الارضيه ويصمم الاعمده ويصمم الحاجات دي، فبتاخد وقت كتير جدا. الموضوع ان هو يقول له اناسيز، بتدوس على الزرار يطلع له نتيجه. فقلت له ما تعتذرش جهد خالص، تقريبا كان بيقعد اسبوعين مثلا على ما يعمل الحته دي. فقلت له انا هدارك من الريفت اوتوماتيك، يعني هدوس زرار وانا بدردش معاك، خده واعمله. فراح واخد المبنى البيزمنت وعمله، فوجئ فعلا ان انا وفرت له اسبوعين. هو بياخد الحاجه يدوس عليها زرار ويسيب البرنامج يعمل الانس بتاعته، بياخد مثلا 3 4 ايام ويطلع له النتيجه، تمام. فوفر له تقريبا 90% من وقت الشغل. طيب، الفاير اناليسيز، السولار شادنج اناليسيز، كل الحاجات دي بنطلعها من البيم، سواء في برامج جوه البيم بتعملها او بلاجن بنسيت اب جوه البيم، او بنديه برامج متخصصه، وده الافضل صراحه. ده بيديني حاجات دقيقه اكتر لما اكون برنامج متخصص في تحليل المبنى زي ديزاين بيلدر. تاخد المبنى من برنامج البيم اللي عندك تدهوله، يطلع لك النتائج ان شاء الله، تمام. دي برضو بعض الصور فيزيكال مود بنبدا نحلل. في برضو ان انا احلل المسارات اللي الناس هتمشي فيها تبقى عامله ازاي، السان لايت اناليسيس، الشمس هتبقى عامله ازاي اللي هي ديت. دي حتى ممكن تعملها من خلال الريفت، الصوت والنويز اناليسيس، التحليل الشادو خلال السنه كلها. في بعض التصريحات لازم تديله الحاجات ديت، يعني يقول لك انا مش هديك تصريح غير لما تديني تحليل للشمس او تحليل الرياح او تحليل الشادو او تحليل الكربون او الحاجات ديت. فكلها بنديها له ببرامج موثوقه منها دي كلها، بين سوفت وير بيديني شادنج اناليسيس اهوت، يبدا يشوف اتجاه الشمس وقوه الشمس والمكان واللوكيشن والحاجات دي، ويبدا يجيب لي الزرار هتبقى عامله ازاي في كل ساعه وفي كل يوم وفي كل شهر، في يوم في شهر في السنه مش فاكر بكده هناك. طيب، السيرمال اناليسيس، الشادو رينج، السولار اكسس، يعني انا عندي هنا المبنى اهوت الشمس هتدخل مثلا هتنور الجزء دوت، فده هتبقى منوره قوي، دي اقل دي اقل وهكذا اهوت. سيموليشن البيلدنج بيفرق معايا شكل المبنى، لو انا مثلا دخلت كده تبقى عامله ازاي. زمان كان في صحن في قلب المباني، بحيث ان المباني العربيه بتبقى واخده زي حرف سي كده، وتبقى الحته دي مكان الهواء يبقى هادي فيها ويبقى بارد، بحيث ان الظلال بتخلي الجو بارد. الويذر كونديشنز، الاشفاك سيستم، نوع الاشفاك اللي انت هتستخدمه، الانترنال لود. لو انت عملت تصميم صح جدا واستخدمت ماتيريال صح جدا، ممكن ما تستخدمش تكييف خالص في المبنى. يعني ممكن تعمل مبنى ما بيحتاجش تكييف، مثلا عامل حوائط عازله او سميكه شويه فالجو بيبقى كويس جدا وهكذا. في بعض الناس بتعمل تصميم كويس بحيث ان هو ما بيستخدمش تكييف خالص، ما بيستخدمش اناره بشكل رهيب. فالفكره كلها ان الواحد يبقى فاهم الاستدامه وفاهم الافكار الحلوه ديت، وبعد كده يحاول يشوفها ازاي هتطبق ببرامج البيم، يعمل لها زي سيموليشن.
عايزين نعمل بيلدنج بيرفورمانس سيموليشن. فبنعمل الاركتكشر ديزاين اول حاجه، الالكتريكال الميكانيكال كل الحاجات دي نبدا ناخدها معانا في الحسبان بتاعنا. كل الاقسام بتبقى موجوده، يعني لما حد يقول لي الاستدامه دي لايه، تعاون الجميع، تعاون الاركتكشر، تعاون الالكتريكال، تعاون الميكانيكال، كلنا بنتعاون ان احنا نطلع حاجه صديقه للبيئه. يبقى البيلدنج انفلوب، الانفتاك سيستم، الانفيرومنت، الاكيوبمنت، البيبول، كل دول بندخلهم معانا في الحسبان بتاعنا. لان المبنى مثلا لو استخدم كمبنى سكني غير لما هيكون مبنى للناس كلها، غير لما هيكون معمول للمذاكره، غير لما يكون معمول لممارسه الرياضه. طبعا اهم حاجه بالنسبه لنا او اول حاجه بالنسبه لنا سايت اناليسيس، بنبدا نعمل تحليل للمكان نفسه. طب انا دلوقتي لو عملته على الارتفاع مثلا واطي شويه، هضطر ان انا اجيب احسب مثلا جزء معين، اجيب الناس تشيل التربه دي لمكان تاني. طب انا اختار حاجه وسط، لان لو اخترت عاليه هضطر ان انا اجيب ردم. طب اجيب وسط بحيث الجزء اللي فوق انزله تحت ونساوي الارض. تمام. الانرجي موديلنج ده ممكن من خلال الريفت انت بترسم شكل كده، لسه ما قررتش حاجه خالص، فبترسم شكل وتقول له مثلا عايز اوزعه على كام دور، فيبدا يجيبه لك كده ويبدا يعمل لك التحليل. ده ما بياخدش وقت خالص، يعني مش هتبدا ترسم دور دور وشباك شباك وتدخل في الحاجات دي وانت لسه اصلا ما اخترتش شكل المبنى. هتعمل حرف ايه، هتعمل حرف بي، حرف سي. الناس في ناس بتحب كده تعمل حروف معينه، فلا انت بتعمل شكل معين وبعد كده بتدخله على البرامج. في برامج كتير جدا حتى اونلاين، جرين بيلدينج، وفي برامج بتبقى سريعه بتعمل بيجيب لك التحليل ويجيب لك التو اوبشن ويجيب لك الفرق بينهم هيبقى قد ايه لو انت خدت الشكل ده او خدت الشكل ده. الكربون بنبدا نستخدم البيم بحيث ان احنا نقلل استخدام الكربون على اساس ان احنا نعمل حاجه مش مؤذيه للبيئه. الماتيريال انت ممكن تختار انواع كتير من الماتيريال، ممكن في ماتيريال غاليه جدا وفي نفس الوقت بتديك حاجة متعبة للناس اللي هتبقى ساكنة في المكان. فاحنا بنختار الماتيريال، وانت كل ما بتعمل سيلكت على العنصر بيبدا يجيب لك الماتيريال، فبتبدا تختار الماتيريال اللي انت عايزها. ممكن كل تعمل خمس ست اناليسيز، كل الفرق بينهم ان انت الحوائط الخارجية مثلا بتغير الماتيريال بتاعتها. طب لو انا استخدمت نوع معين من ازاز، طب لو انا ما استخدمش ازاز واستخدمت مثلا حوائط عادية، لو انا استخدمت بلاستيك، لو انا استخدمت النور الضوء اللون المعين ابيض او ازرق او كذا، تبدا تعمل اناليسيس تبدا تشوف افضل حاجه بينهم. ده برنامج بتالي بيجيب لي ريبورت الفرق بينهم لو انا استخدمت الماتيريال المختلفه عن الحاجه دي. في البريم، تمام، ده البريم ده في بريطانيا، احنا اغلب الدول العربيه بتستخدم الليد، وهو الليد اسهل، بس هو الفكره كلها ان هو امريكا بتعرف تعمل شوبنج نفسها كويس جدا. طيب هنا الفكره اللذيذه ان هو حط الماتيريال وعمل كل التيك اوف ده، الحصر ده قدر يعمله من خلال الريفت، بحيث ان هو يقدر يجيب له كل ماتيريال الحجم بتاعها قد ايه والجرين جايد ريتنج قد ايه بتاعتها. دي سهل جدا ان انت تستخدم السكادول وتستخدم ادوات بسيطه في قلب الريفت ان يجيب لك كل الريبورت الخاصه بالبريم او بالليد او بالجساس او كده. ان انت ممكن تعمل الجداول اللي انت هتقول لك الاستهلاك قد ايه. احنا كنا في مشروع مشروعات احد الشركات من ذكر اسامي، كان معانا حد مهتم او متخصص في الجي سي اس، فاتفقنا عليه ان انت مش لازم تتعلم بيم خالص، بس تفتح البرنامج وهنحط لك شويه ريبورت تقدر تاخدها. بدل ما كنت بتقيس مانوال كميه الجرين اريا، لا احنا هنجيب لك الجرين اريا قد ايه في سكادول. اول ما تفتح يقول لك الجرين اريا 40% 20%، فانت تشوف هل الارقام دي مناسبه للحاجه اللي انت عايزها ولا لا. واحنا عارفين مثلا ان المناسب ليها مثلا انها ما تقلش عن 30%، فبنديله ان هو يبقى لون احمر لو قل عن 30%. كل ده من خلال السكادول، يعني ما بقولكش برمج حاجه او خد برنامج بديل سطبه على الريفت او ادفع فلوس كتيره، لا هو من خلال استخدام الادوات اللي موجوده. تمام. على فكره الاكسل ده بيقدر يعمل معجزات، ممتاز جدا. الماتيريال يوز بنبدا نشوف الماتيريال، يعني هنا في واحد اهو بنى بالخشب، هنا بنينا مثلا بالطوب، هنا بالحديد. تقدر تبني باكتر من ماتيريال، تبدا تشوف الحاجه هتبقى عامله ازاي. استخدامات الوتر بنبدا نشوف
في بعض البرامج زي مثلا انسايت 360، ده موجود جوه الريفت بيتطبق معاه، اعتقد من اول 2015 بينزل معاه. ده بيبقى عباره عن ايه، بتقول له انا لو استخدمت البلومنج فيكتشر العاديه دي، البلومنج فيكتشر العاديه دي هتستهلك ميه قد ايه، ولو استخدمت البلومنج فيكتشر اللي بيوصي بها الليد او البريم، الحاجه اللي هي واخده انها صديقه للبيئه او انها موفره للميه، هتوفر معايا قد ايه. طب التوفير ده هيوفر لي كفلوس، ترجمه لي كفلوس قد ايه، طب خلال 10 سنين او خلال 3 سنين هيبقى في عائد قد ايه. طيب الووتر، دي الووتر من ضمن الحاجات اللي لازم اوفر فيها جامد، لان عندنا مشكله في الميه. هنا مثلا ده تصميم اهوت، فبنبدا نشوف التصميم الفريش اير هتبقى عامله ازاي، طب لو في مثلا مطر هنستفاد منهم ازاي، طب هنخزن ازاي، في برامج تبقى متخصصه في التحليل ديت. طب الشمس، طب الهواء السخن هيدخل منين، الهواء البارد هيدخل منين، طب لو كبرت فتحه دي، طب لو صغرت فتحه دي، كل الحاجات دي نقدر نعمل لها اناليسيز من خلال السوفت وير بتاعت البيم، ومن خلال ان انت تبقى عارف تصميمات. يعني ما تقولش لا انا هتعلم بيم ولا هتعلم تصميمات، لازم الاثنين. ارتفيشال لايت، الضوء الصناعي، في برامج متخصصه بيقول لك مثلا توزيع الانارة هيبقى عامل ازاي. ده برنامج اسمه اليمو، في اليمو تولز، ده بيسيت اب في الريفت، وده برضو بيعمل استادي للإنارة، بحيث يشوف الإنارة مثلا هنا تبقى قوية، الإنارة هنا ضعيفة، الحتة دي مش وصل لها إنارة، فبتقدر تشوف الدي لايت والفاكتور بتاعتها وهكذا. كل الحسابات دي بتقدر تعملها ما دمت مدخل المعلومات بتاعتك مظبوطة. برضو هنا توزيع الإنارة، طيب ممكن يكون عندي المكان ده مثلا دراسة، فلازم ازود الانارة اللي موجودة هنا، ازود كذا لمبة، اغير نوع الانارة وهكذا. ده 3D موديلنج موجود اهوت، نفس الموديل. هي الميزة ان انت مش هتعمل تصميم جديد، يعني انت عملت الحاجة مثلا على الاوتوكاد، تمام، على الاوتوكاد، فانت عايز تعمل تحليل الاناليسيس بتاع الانارة، فهتعمل ايه؟ هتبدا تاخد الحاجات دي تكررها ترسمها تاني في البرنامج بتاع الانارة. طب لو انت عايز حاجة للشمس هتخش على البرنامج بتاع الصن والشادو وتكررها تاني، طب عايز اف دي هترسمه تاني، طب لو عدلت في الكاد هتعدل في كل دول. زاد بقى عندك الحاجات الانشائية، زاد عندك يعني ممكن تلاقي عندك 15 نوع من انواع التصميم، كل مرة بتخش ترسمهم تاني، وكل ما يحصل تعديل لازم تعدي عليهم كلهم. في البيم لا، هو نفس الحاجة، بتعمل اكسبورت سواء عملت جي بي اكس ام ال او اي اف سي، دول بيتقروا في كل البرامج. تمام، ده مثلا تحليل الشمس، الشمس داخله هنا، فالحته دي هتبقى اصفر اهيت، والحته دي هتبقى داخل لها نور ضعيف، والحته دي ميته مالهاش اناره. فهل انت مثلا هتركب ازاز هنا؟ هل انت هتركب اناره خاصه بيها؟ تبدا بقى تدرس الموضوع ده حصل ازاي. تمام، طب زمان كانوا ساعات بيعملوا ايه؟ ساعات يعمل هو يجيب كرتون مثلا او يجيب اي ماده ويبدا يعملها ويدخل الاناره ويبدا يشوفها. الحاجات دي كانت بتكلف، يعني لما كانوا مثلا جم يعملوا الهرم قال لك احنا مش عايزين نعمل مشروع الهرم، والرئيس تيجي افتتحه ويقع، ونقول بقى الارهابيين هم اللي هدوه، وندخل في قصص وحوارات. لا، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل هرم صغير ونتاكد من الشغل بتاعنا كويس، وبعد كده نعمل هرم الكبير. فحتى لما تروح الهرم هتلاقي فيه اهرامات صغيره كان عاملينها كتجربه لموضوع الهرم دوت. برضو هنا اناليسيس جريد، الشمس هي موجوده، طب لو انا حطيت هنا شادو، طب لو شلت الشادو هيبقى عامل ازاي؟ طب الحراره هتبقى عامله ازاي؟ طب الاناره هتبقى عامله ازاي؟ كل الحاجات دي بتدرس وهكذا. برضو الاناره اللي داخله من الشبابيك هتبقى عامله ازاي؟ التوزيع بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ مع الاخذ في الاعتبار الحاجات اللي موجوده في المبنى من كراسي، من ترابيزات، من معدات، فبنبدا نشوف الاناره توزيعها هتبقى عامل ازاي. ده ميتنج روم لايت، اللايت هيبقى عامل ازاي في الميتنج روم، ده كشفات هيت، وبيبدا يشوف توزيع الإنارة هيبقى عامل ازاي. هو بيجيب لي ريبورت بكل حاجة، بالأشكال، بال 3D، بال 2D. السن ستادي ان ريفت سهل جدا، أعتقد يعني أكيد درستوه أهوت. الميزة إن هو أصلا موجود في البرنامج، مش محتاج إن أنت تسطب أي حاجة، هتفعل الشمس بتاعتك وتفعل السيتنج بتاعتها. جاب لك الشمس اهيت، وتفعل الظلال،
تمام، فتبدأ تظهر معاك تمام، وتبدأ تشوف بقى الشمس لو أنا جبتها كده فالظلال تبقى عاملة إزاي، شكل الظلال تبقى عامل إزاي، تقدر تفتح الحاجات ديت زي ما أنت عايز. لو هي مش باينة عندك فتبدأ تقول له أنا عايز أخليها رياليستيك أكتر، أخلي الشادو يبقى أكتر أو فعالية اللايتنج، ممكن تقول له اعتمد على الشمس أكتر مثلا، الشادو عايز يبقى أوضح. فهو بيعمل الشجرة دي مثلا عاملة شادو بالشكل دوت وهكذا. والصورة الصد دي تقدر تصدرها كصورة وكفيديو، تقدر تصدرها كفيديو يعني ممكن تيجي هنا وتقول له أنا عايز أعمل أناليسيز ليها، تقول له أنا عايز أصدرها إكسبورت، عايز أصدرها ك كصورة للصديق. ممكن تيجي مثلا على ليفل 1 وتقول له فعل السنة ستادي ويكون ديت وغير دي شديد. ممكن تقول له بروفيو، هتبدأ تشوف شكل الصدى هيبقى عامل ازاي، وتقدر تحدد الفترة اللي انت عايز تدرسها. بس لازم تكون محدد المعلومات. انا ده كده مثال للشغل مثلا بعمل ازاي. طيب مثلا على سبيل المثال لو انا عندي المبنى لازم ادخل المعلومات بتاعته مظبوطة، طب هتفرق معايا؟ اه هتفرق معايا. يعني لو انا اخترت كده بروجكت انفورميشن في بعض المعلومات مش تفرق معايا قوي، ده اسم المشروع والحاجات دي، تمام. هيفرق معايا الانرجي سيتنج، ان انت هتدخل هنا انت المبنى ده عايز تعمل التحليل بتاعه لعناصر المبنى من حوائط وشبابيك وكذا، ولا الماس اللي هو الشكل الخارجي ترسم ماس خاص بيه ويركز عليه، ولا الاثنين مع بعض، الجراوند فلور، الجراوند بلان، اني دور، البروجكت فيس، لان ممكن يكون عندي كذا فيس فتبدا تختار الفيس اللي انت عايز تدرسها. طيب ممكن تيجي بقى تقول له هنا انا عايز الجلاسنج قد ايه، البيلدنج تايب، طبعا لو انت استخدمه كمبنى سكني اوفيس غير هوتيل وهكذا، الاشباك سيستم المستخدم هيبقى ايه، تمام، يعني هل هتستخدم نظام مركزي ولا تستخدم في في ولا تستخدم اي نظام من دول. طيب العدد ساعات الشغل هتبقى قد ايه، 7 ايام في الاسبوع ولا 6 ايام ولا 5 ايام ولا 24 ساعه ولا 25 ساعه. طب هو الاكسبورت هيبقى على الروم ولا السبيس، طب الكونسبشوال تايب، الوول مثلا اللي هي الوول الخارجيه هتبقى نوعها ايه، الوول الداخليه هتبقى نوعها ايه، كل دول كل واحده من دول ليها اليو فاليو بتاعتها، الروف بتاعتها، الفلور، الجلازنج، السكاي لايت. ومن ضمن الحاجات برضو اللي لازم تهتم بيها اختيار اللوكيشن. يعني في بعض المشاريع بلاقي ان هو مش مختار اللوكيشن اصلا، يعني احنا عاملين مشروع مثلا بدولة من دول الخليج وهو عاملها في اوروبا او عاملها على امريكا زي ما هو جاي ديفولت، معنى كده ان كل الحسابات بتاعته مش مظبوطة. طيب لو عملت سيلكت على اي دور اي فلور من الدور ديت، تمام، او اي حاجه، بتدخل بتلاقي الماتيريال فبتعدل الماتيريال اللي انت عايزها. يعني خلينا نختار مثلا حته زي كده، طيب تدخل هنا هتلاقي الماتيريال. لما بتغير الماتيريال هو اوتوماتيك بيغير خصائص كتيره جدا متعلقه بالحسابات. يعني لما يكون الماتيريال وود خشب غير لما تكون بلاستيك غير لما تكون اي حاجه من الحاجات ديت، بتلاقي ان انت ممكن تيجي هنا وتقول له الفيزيكال وتختار الفيزيكال الخاص بيها، وتيجي هنا تقول له سيرمال وتبدا تختار الخصائص بتاعت السيرمال للعنصر دوت، فكل واحده من دول بتغير في اليو فاليو، وهتلاقي هنا الحساب بتاعت السيرمال الار، وهتلاقي الهيت ترانسفير اليو موجوده هنا حسب الاختيار العنصر اللي انت عايزه. طيب السولار شادو ستادي، تبدا تدرس السولار ستادي، ممكن تدرسها ببرامج متخصصه زي الاي اي اس. اي اس ده من اشهر برامج اللي بتعمل الحسابات، ده توزيع الاناره حسب الشكل اللي انا عامله هنا مثلا زي ما انت شايف فيه فتحات، فالفتحات دي هتبقى عامله ازاي، فهل الشكل الضوء لما يدخل هنا هيبقى مريح للعين ولا مش مريح للعين. طيب هنا بيعمل دراسه للسولار في خلال الشتاء،
من خلال برنامج اسمه اي اس، تمام. السمر في الصيف هيبقى عامل ازاي؟ برضه عندنا الهيتنج اند كولينج لود كالكوليشن بتقدر تحسب من خلال برامج البيم. برامج البيم مش مقصود بيها ريفت، الاركيكاد اقوى من الريفت في الموضوع دوت، تمام. في برامج متخصصه الاناليسز هو هتلاقي هيتنج اند كولينج لود، فبيبدا يحسب الزونات ويبدا يحسب الشكل بتاع المبنى والمكان وكل الحاجات دي، وتقدر تقول له كالكوليتر يبدا يحسب لك الحاجات دي. طيب هو هنا ما بداش حسابات، لان المفروض ده هنا في السيستم واقول له انا عايز اضيف سبيس الاناليسز، بقول له سبيس وابدا اضيف سبيس اللي انا عايزها، تمام. وتقدر تضيف زون، زون دي يعني مجموعه سبيس مع بعض، تمام. ايش تمام، فلما تيجي تقول له هيدنج يبدا يظهر لك الحاجات اللي انت عملت لها سبيس. تقدر تعمل سيلكت، وكل سبيس فيهم تعمل سيلكت وتختار هيتنج انفورميشن معينه، كولنج انفورميشن معينه، او الدور اير انفورميشن معينه. الشكل ده تقدر تعمل سبيس، تقدر تعمل التحليل بتاعك، فهو يبدا يعمل لك اناليسز ويبدا يجيب لك كل زون الاريا بتاعتها قد ايه، الفوليوم قد ايه، الكولنج لود قد ايه، الاير فلو قد ايه، الهيتنج لود قد ايه، وهكذا. وهتلاقي ان مثلا في اوضه فيها صفر، تعرف ان في مشكله، فتبدا تدرس الموضوع دوت. الويزر داتا برضه تقدر تشوف الاشي برضه هاند بوك. طبعا الحاجات دي انت مذاكرها، بس عشان تقعد تعمل حسابات مانوال بتاخد منك وقت رهيب جدا، واي تعديل بياخد منك وقت كتير. فهو البرامج بتبدا تاخد منك المعلومات وتبدا تطلع الحاجات دي. من ضمن البرامج مثلا عندنا الانرجي بلس، ده اللي معتمد عليه الديزاين بيلدر في الحسابات بتاعته. الويزر داتا برضه ممكن تكون انت لسه بتختار مكان معين، فتبدا تشوف من جوجل ايرث المكان اللي انت هتشتريه وتبني عليه المشروع بتاعك. الثيرمال زونينج تبدا تقسم البدن بتاعك لزون بالشكل ده. كل غرفه اهيت، دي غرفه ايه، دي غرفه ايه، دي غرفه ايه، هتبدا تشوف الحساب بتاعك كل غرفه لوحدها. ده انرجي اناليسيس تفصيل اكتر. الاير فلو بيبدا يتحرك الاير فلو بحيث ان هو يبدا يقول لي ان انا الفلو هيمشي بسرعه جامده، مفيش حاجه واقفه قدامه هنا، لا الشوارع ضيقه فسرعه تبقى اقل. الباسيف ديزاين تقدر تعمل الحساب بتاعته. السي اف دي اللي هو مسار الهواء هيبقى ماشي ازاي، يبدا يعملها لك 3 دي و2 دي في اي مكان انت عايزه اهوت. فلو احنا مثلا عندنا مطعم، في ناس هتبقى سقعانه جدا، وفي ناس مش حصل لها هوا خالص، الهوا ما بيتحركش خالص عندها. فهي الفكره كلها ان انت بتبني المبنى وتدخل معلومات وتحط الافكار بتاعتك وتقول له اعمل لي الاناليسيس اللي انا عايزها بحيث ان المبنى ده يكون صديق للبيئه. فالفكره كلها ان انت بتدخل المعلومات عشان يطلع لك المحركات اللي انت عايزها. في سوفت وير كتير جدا، بس زي ما بكرر كتير، ما تعتمدش على السوفت وير وانت مش عارف الافكار نفسها، لا لازم تكون فاهم الافكار، لازم تكون قريت في الليد، قريت في البريم، قريت في الاكواد ديت. في كتاب اسمه العمارة الخضراء، لو اي حد عايزه يبعته لي وانا هبعت له البرنامج، او هبعت اللينك اللي الناس يبعته له كلكم، بحيث الناس تستفاد منه ان شاء الله، هو بالعربي، تمام. ده اهوت من خلال الريفت ممكن نصدر لانسان 360، ده اداه موجوده تبع اوتوديسك، لو انت شاري البرنامج هتلاقيه نازل معاك وشغال معاك بدون مشاكل خالص اهوت. بتبدا تشوف اللود افكتيف قد ايه، الداي لايت قد ايه، وهكذا. الهيتنج لود، اللايت، السولار، كل الحاجات دي بتقدر تعمل لها الحسابات جوه الريفت. هو اونلاين يعني بتاخد منك المعلومات ويحطها على الكلاود، وانت تسيبه مثلا ساعه ساعتين هتلاقيه بعت لك ايميل بالنتيجه بتاعت التحليل، وان شاء الله ما يكونش في اي مشاكل خالص، تطلع حلوه باذن الله. السولار اناليسيز، اللايت اناليسيز، الهيتنج اند كولينج، طبعا هو معتمد على الليد او الاي اي كيو سي او الاي اي كيو بالنسبه للدي لايت. وعندنا الهيتنج اند كولينج، وعندنا الجنرال انسايت بيبدا يعمل لك مقارنه بين اكتر من تصميم ويقول لك انهي الافضل بالنسبه لك. ده برضو من ضمن البرامج اللي عاملاها اوتوديسك، جرين بيلدينج ستوديو.
انرجي اناليسيس ده موجود في قلب الريفت، تقدر تعمل كرييت لانرجي موديل وتبدا تعمل ريزولت اند كومبير، تقارن بين الاثنين موديل. بس زي ما بقول لك لازم تكون مختار الكوشن صح، مختار البروجكت فيس صح، لان ممكن يطلع لك زيرو لان انت بتعمل الفيس غير الفيس اللي اتحط على الشغل تحتك. تبدا تدخل المعلومات مظبوط. ده في ادنس اسمها لايتنج، بيبدا يعمل لي تحليل لللايتنج بشكل دوت لللاكسز. وعلى فكره من ضمن الحاجات انت تقدر تاخد المعلومات من اي برنامج، برامج البيم لبرنامج اللاكسز على هيئه جي بي اكس ميل، او تاخده على برنامج الهاب. في الهاب كنا بنقعد نعرف غرفه غرفه وندخل المعلومات والارتفاعات، هو هنا بياخد المعلومات ويحطها لك كلها جاهزه، بياخدها من المعماري يعني، حتى مش لازم الكهروميكانيكال ينزل اي وقت. تمام. ده مثلا عملنا الماس وحددنا كام ليفل، فيبدا يعمل تحليل على الحاجات ديت بالشكل ده. الحاجات دي كلها ما استرادي يعني، انا بس رسمت الشكل الخارجي وقلت له اعمل تحليل، فهو بيبدا يعمل تحليل بتخيل شكل الغرف عامل ازاي. تمام. عشان ما اضيعش وقت في تفاصيل وانا لسه مش عارف شكل الموديل عامل ازاي. دي برضو من الادانس اللي كويسه جدا، اليومو تولز، تبدا تعمل اناليسيس لتوزيع الاماره في المبنى عامل ازاي. ايكو سكويرد بلجن برضه بيبدا يعمل لي الاناليسيس، بيقول لي اختار حسب الكود اللي انت عايز تعمل الاناليسيس ليه، انت تختار مثلا ليد كندا، ليد بتاع امريكا وهكذا، يبدا يجيب لك النتيجه. ده برضه انرجي سيموليشن، ده برضه بيتعامل مع الاي اس، تقدر تصدر كل الشغل بتاعك لبرنامج الاي اس. وبرضه خلي بالك احنا كنا مسطبين حاجه اسمها ديزاين بيلدر، ده من اقوى البرامج في التحليل، هو الاي اس والسفاريا، كل البرامج دي البرامج المتمكنه جدا. ومشروحين على قناه بيم اريبيا على اليوتيوب، بيم اريبيا على اليوتيوب. بدانا نشرح البرامج دي. ده مثلا في ابو ظبي الشيخ زايد موسكو، ده اتعمل له تحليل بالاي اس بحيث ان الناس اللي تروح تبقى مبسوطين. واسالوا اي حد راح المسجد قال له تخش كده تلاقي ان الجو مريح زي الشتاء، كل حاجه بتلاقي التصميم بتاعه ما شاء الله ناس محترمه جدا اللي عمل التصميم. برنامج برضو ايكو ديزاين، ده بيعمل انرجي اناليسيز، ده موجود جوه الاركيكاد يعني، انت مش بتصدر من الاركيكاد، لا هو موجود جوه الاركيكاد، تبدا تعمل انرجي سيموليشن سوليوشن جوه الاركيكاد يطلع معاك بالشكل دوت. طيب ده الانرجي بيرفورمانس ايفالويشن ريبورت، ده طلع ريبورت. في برامج كتيره بتبقى معتمده من الليد، في حاجات بتبقى معتمده من بريم وهكذا، فانت لو انت هتبعت التصميم بتاعك تاكد ان هو معتمد. تمام. ديزاين بيلدر من البرامج المعتمده، الاي اس من البرامج المعتمده، في بعض الحاجات بتبقى واخده بيلدنج انرجي موديل بياخد شهاده ان هو معتمد من البرامج دي. ده الاداء، تقول مثلا السنه كلها يعني معروف الاداء في الصيف عامل ازاي والشتاء عامل ازاي والحاجات دي. الحاجات دي في ناس كانت بتعملها مانوال بس كان بياخد منها وقت كتير جدا، فدلوقتي بقى سهل جدا. بس نكرر ما تستهينش بان انت تتعلم التصميم نفسه. انت بعد ما بتعمل تصميم في الاركيكاد بتدوس على البرنامج يروح جايب لك الاناليسيز بالشكل ده، انرجي اناليسيز. ده برنامج اسمه ايكو سيمي، ده برضه من البرامج اللي بتعمل الموديل بيم وبيعمل وبرضه مشروح على بيم اريبيا، هتلاقي التحليل للحاجات بالشكل ده. انفورميشن موديلنج اناليسيز اند سيموليشن، بيبدا يجيب لي التحليل دوت مثلا في المناخ كويس، في التوزيع بتاع الاير فلو ضعيف، في الهيت جين قوي، بيبدا يعمل لك مقارنه بين الحاجات الارقام الافتراضيه والارقام اللي المبنى بتاعك محققها، بحيث ممكن يكون عندك في مشكله في جزء معين تبدا تركز عليها وتحلها. برنامج الانفرا وركس هو برنامج متخصص في شغل الانفراستراكشر وشغل الكباري وبالذات صناعات التصميم. بس هو في ميزه عجبتني جدا عشان كده ذكرته معانا، اللي هي سستينابيلتي مابس، ان انا اقول له خد الخريطه ووزعها لي حسب اهميه انا عايز حاجه قريبه من المباني، عايز حاجه قريبه من الميه، عايز حاجه قريبه من المحلات. نخلي بالنا الليد بيدي درجات اقوى لو انا بنيت في قلب المباني، لو انا قريب من الخدمات، لان هو مش عايز يهلك الغابات اللي عنده. احنا على العكس، احنا عايزين نطلع على الصحراء، المفروض يبقى لنا كود خاص بينا بيدي نقط لو بنيت في الصحراء. تمام.
فمحتاج افهم الكود. لما اجي اخد كود من امريكا واجي اطبقه عندي اكيد في اختلافات، الاختلاف في الطبيعه، فلازم ابدا ادرس ايه الحاجات المناسبه ليا وايه الحاجات اللي مش مناسبه ليا. فدي من ضمن النقط، في كذا نقطه في الليد ما صراحه حاسس انها مش مناسبه لنا، دي منها يعني. ده السستينابيلتي مابس اهوت، ببدا اشوف ايه العوامل اللي انا مركز عليها، هو يجيب الخريطه يقول لي ايه النقط اللي انت هتشتري المبنى ده. في برنامج اسمه اوتوديسك فيزاري، من البرامج قويه جدا، بس للاسف اوتوديسك وقفته سنه 2011 او البرنامج ده. يعني انت لو عامل موديل ممكن تعمل موديل عليه وبعد كده تصدره للريفت، بس هو مشكلته ان هو ما بيفتحش غير 2011، اي حاجه تانيه ما بيفتحهاش. لو ما عندك ريفت 2012 2013 ما عندهاش. ده مثلا بيعمل انرجي ستادي، بيعمل ويند ستادي، بيعمل سولار ستادي بطريقه سهله جدا، ومثل ان هو بيسيف على ملف الار بي تي. فهو الملف اهوت زي ما انت شايف القائمه دي، القوائم كلها تعتبر قريبه من قوائم الريفت، يعني شايف ان هم كانوا ياخدوا الحاجات دي يحطوها في الريفت اسهل يعني. فممكن تقول له ران انرجي سيموليشن، تمام، الويند الرياح تبقى عامله ازاي، فيبدا يوريها لك بالشكل دوت. تبدا تشوفها 2 دي و3 دي، او بياخد كده مقطع ال 2 دي ويوريه لك. السي دي تقول له مثلا 3 دي اكس الاكس والواي مثلا اهو، تمام. طب انا عايز اشوفها مثلا فورورد، طب انا عايز اشوفها مثلا الفيلوسيتي، او الرياح هتبقى عامله ازاي، الانجل ده هتبقى عامله ازاي، وهكذا. تقدر تشوفها من اكتر من زاويه. طيب انا عايز اشوف مثلا الويند روز، فيبدا يجيب لك الويند روز بالشكل دوت، تمام، ليه المشروع بتاعك للمكان اللي انت عايزه. طيب انا عايز السولار، فيبدا يعمل اناليسيز يقول لي انت عايز الحاجه كلها ولا الواجهه، فببدا اشوف اللي انا عايزه، وبعد كده اقول له صدر لي الصوره دي اللي انا عايزها، الحاجه اللي انا عايزها. ران اناليسيز لللايت، تمام، جنريت ريزولت، يبدا يطلع لي الريزولت اللي انا عايزه. بيطلع لي حاجه بالشكل دوت. ده سي في دي، ده برنامج الدايلكس، اقدر اصدر الشغل من اي برنامج، برامج البيم للدايلكس، برنامج ايكوتكت، بس للاسف اوتوديسك برضه وقفته من زمان، هو من البرامج المحترمه جدا في الشغل اهوت. كنا بنرسم عليه الكتل وممكن نستوردها من البيم، ممكن نستوردها من الاوتوكيت، تمام. اقدر اقول له صدر لها اي اف سي او جي بي اكس ام ال زي ما انا عايز عشان اكمل شغل على اليوكوتيت. بيبدا يطلع لي النتائج بالشكل دوت، مجرد تدخل الموديل وتقول له اعمل اناليسيز يطلعه لي. ده برضه برنامج اسمه ارشي فيزيكس اهو. برنامج الراينو ده برنامج تحفه، بالذات لما تسطب عليه الجراس هوبر وتشغل عليه بيجيب لنا تحليل ممتاز جدا. يعني لو عايزين نقرب الجراس هوبر للناس، هو عامل زي الداينامو، اداه بتسطبها جوه الريفت، بس بتديك امكانيات حلوه جدا، وبقت مسطبه جاهزه بتربط الحاجات ببعض، يعني بتعتبر ان انت بتبرمج بس برمجه بدون كود. فهو بيبدا يتاكد لك، تقول له مثلا اعمل الشيك على حاجه معينه، الكود تشيك، تقدر تقول له طبق، هل الحاجات مطابقه للكود الفلاني، هل الكود مطابقه للحاجه الفلانيه، فيبدا يجيب لك التحليل للحاجات دي كلها، تمام. بيبدا يجيب لك الحاجات. ميزته ان هو متقدم شويه على الداينامو او اقدم من الداينامو، فبتلاقي الحاجات فيه جاهزه، مكتبه جاهزه، تقدر تدوس عليها تظهر معاك وتشتغل معاك بدون اي مشاكل خالص. او الراينو اهوت بيتعامل مع، ممكن تاخد الموديل وتدخله على الراينو وتطبق عليه الجير سوبر ويطلع لك الجداول. من الحاجات الكويسه جدا الليدي باج، تمام، دي جوه الراينو او بتشغلها من جراس هوبر جوه الراينو، تبدا تجيب لك فيجوال ويزر داتا، اناليسيز ويزر داتا، اناليسيز جيومتري، وهكذا، بحيث ان انت طبعا بياخد ملف مناخ اسمه اي بي دبليو، واغلب برامج الاناليسيز بتستخدم دوت، يبقى فيه بيانات خاصه بالمناخ في المكان دوت. فاول ما تسطبه بيبدا يجيب لك المعلومات دي كلها بدون ما تبذل اي مجهود، يعني هي حاجه جاهزه مش تبذل مجهود خالص. بقى الباتر فلاي اهو بالشكل دوت، بيقول لك المسار بتاع الهواء يبقى عامل ازاي اهو، هيغوص في ايه، هيمشي ازاي بالشكل دوت. ده الحاجه الخاصه بالسي في دي. ففي ادوات كتيره جدا، هوني بي اللي هي العسل ديت،
الدي لايت، الدي سيم، الويندو هيبقى عامل ازاي، كل الحاجات دي بتدخل معايا في الهاني بي. برضه دي من الادوات القويه جدا اللي تقدر تستخدمها مع الانرجي بلس، تقدر تستخدمها مع الاوبن ستوديو. يعني دي مجموعه ادوات نقدر نستخدمها عشان نعمل التصميم كويس. برضه عندنا دي فور رايم من الادوات القويه جدا في تحليل الاناره والفيزواليزيشن، وبرضه بيعمل ليد كومبلاينس وبيعمل لنا خريطه توزيع الاناره. ديزاين بيلدر ده العملاق بقى، ده بيعمل برضه السي 3 وبيعمل لايتنج وبيعمل حاجات كتير جدا. هو معتمد على القشري 90.1، بيعمل سولار كالكوليشن، بيعمل الريندر فيو للشادنج، اكيوريت داي لايت كالكوليشن. بتقدر تدخل البيم موديل من الريفت او السكتش اب او اي برنامج اخر، تدخله جاهز وتبدا تعمل الانس اللي انت عايزه على ديزاين بيلدر. ايكويست برضه من البرامج القويه في التحليل. ام في ميت ده بيستخدم في اللاندسكيب او اربان سبيس. على سبيل المثال لو احنا عايزين نصدر حاجه من البيم لبرامج التحليل، بتاخد الموديل وبعد كده هتبدا تجهز الاناليتيك موديل بتاعه. تمام، يعني انت كنت شغال عليه مثلا على اركيد، فلازم تظبط الاعداد، تدخل البيانات اللي انت محتاجها قبل ما تصدرها، وبعد كده تصدر بقى يا اما جي بي اكس ميل، يا اما تاخد من ملف الريفت نفسه، يا اما تصدر اي اف سي، وهكذا. ده الاي اف سي. تمام، تقدر تدخل من الريفت تصدر الاي اف سي، بعد كده تدخله على اي برنامج من البرامج زي سوليبري اهوت، وهتلاقي كل البرامج اللي احنا اتكلمنا عنها بتقدر تفتح ملف الاي اف سي وتقدر تعمل له الانرجي. عندنا مثلا انرجي بلس، برضو عندنا الاوبر ستوديو، وعندنا الديزاين بيلدر. ده الهيتنج اند كولنج لود اللي كان موجود في الريفت، تعمل كالكوليت تبقى انت كده جهزت الجي بي اكس ام ال للتصدير. تقدر تصدر الاي اف سي للانرجي بلس او لاي برنامج اخر. زي ما انت شايف اغلب البرامج اللي معاهم كلها بتشتغل على الجي بي اكس ام ال، فتقدر تصدر من الاوتوكاد او الريفت او الجرين بيلدينج ستوديو او الايكوتكت او برامج البنتلي زي الاركتكشر بيلدينج ميكانيكال سيستم، الجوجل، الجراف سوفت زي الاركيكات. تقدر تصدر بقى البرامج زي الهاب، تقدر تصدر للديو دي او اي، الانرجي بلس، انرجي سوفت. ده مثال ملف الجي بي اكس ام ال. زي ما انت شايف صعب ان انت تاخد منه معلومه، يعني محتاج تعود ان انت تقرا، بس هو زي شفره الاتش تي ام ال تقريبا، بيبقى في اقواس يقول لك مثلا الاريا كذا، تلاقي المساحه دي كده، وبعد كده يقفل الاقواس دي ويحط معاه شرط، كل المعلومات بتبقى موجوده فيه. دي مثلا مدينة مصدر، دي من أهم المدن اللي نقدر نضرب بها مثال، ودي موجودة في الإمارات، تسمى بواسطة فوستر وشركائه. مين شركائه؟ معرفش، يعني هما بعتوا لي فوستر وشركائه، كانوا مهتمين جدا في موضوع الاستدامة بشكل قوي. مصدر هيت، تمام، كانوا مهتمين إن تكون مثلا كل طريقة المواصلات صديقة للبيئة، الاستهلاك المائي كله يكون صديق للبيئة. هو واخد الليد، واخد البريم، واخد برضو الالماني. الباور بلانت بتاعته برضو الووتر، ازاي يوفر في المياه، الريسايكل بتاع المياه ازاي يعيد استخدامه. ده الماستر كورت بتاعه، مصدر اهو، اتعمل له تحليل برضو الهواء هيمشي ازاي وهكذا. هو معمول البيلدنج اوبريشن، معمول الالكتريكال جنريشن، الووتر ميتر، يعني بيقدر يقيس استهلاك المايه في كل مكان، اللايتنج كنترول سيستم، اوتوماتيد شيدنج سيستم. يعني الشيدنج بيتغير حسب الشمس، يعني هو محتاج اناره دلوقتي فيوسع شويه، شمس حاميه الظهريه فبيزود الشيدنج وهكذا. اللايف سيفتي اند سكيورتي، الكود بتاعه بتاع البيم برضه كان معمول بشكل قوي،
ده في عمان، الاي اي اس من ضمن البرامج اللي بتعمل تحليل كويس جدا، ده في مسقط في عمان. سعيد بحضوركم المحاضرة، أتمنى أكون ضفت ولو معلومة صغيرة، وجزاكم الله كل خير وألف شكر.